وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي، ولكن قبل ما أبدأ فيديوهاتنا أهم حاجة بنبدأ بيها وهي الصلاة على الحبيب، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الكابتن أحمد شوبير بيكشف عن تطور جديد جداً بشأن تعاقد النادي الأهلي مع الصفقة المنتظرة والمهاجم الجملي. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في النادي الأهلي بشأن ضم مهاجم جديد لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد. وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم: مصدرين بالنادي الأهلي أكدوا لي أنهم يعملون من أجل ضم مهاجم جديد. أحد المصدرين قال لي: قل للناس لا تقلق وتابع، والمصدر الآخر قال لي: لا تقل هذا، لكن أشعر أن الأمور تسير بشكل جيد، والخبر السعيد لجمهور الأهلي قد يكون قريب جدا. وقال شوبير: الإدارة كانت تواصلت إلى قرار نهائي أو شبه اتفاق نهائي على ضم البرازيلي سوزا، وهو اختيار كولر، ولكن ليس الخيار الوحيد، والأهلي رفع قيمة العرض. واختتم حديثه: خلال 48 ساعة أو 72 ساعة القادمة ستكون الرؤية اتضحت تماما بخصوص موضوع المهاجم الجديد من عدمه. ثلاث مرشحين جدد لنادي الزمالك حصاد اليوم الثالث لتلقي أوراق ترشيح انتخابات نادي الزمالك. أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات نادي الزمالك عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الثالث بتقدم ثلاث مرشحين، وتقدم أشرف إمام عبد السلام ومروى أميم الرفاعي وحمدية كمال علي على منصب العضوية فوق السن. وافتتح في 10 صباح الاثنين الماضي 3 سبتمبر باب الترشح لترقي الطلبات للانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 6 مساء. وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ياريت تدعمنا باللايك للفيديو علشان نوصل الحلقة لكل الناس، والاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد. بشكرك انك كملت معايا الحلقة للنهاية، اشوفك على خير.